السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، يا مرحبا. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، قولوا آمين يا ربي يحيى. كان السلف الصالح يدعون الله قبل دخول رمضان 6 أشهر أن الله يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر بعد رمضان أن الله يتقبل منهم رمضان. الله أكبر. ليش؟ لأنهم يعرفون قيمة رمضان. يا الله، ماذا أعددت لنفسك لدخول رمضان؟ فشد الهمة بالاستعداد، قراءة القرآن، العبادة، الصلاة، التوبة، الصدق مع الله. شد الهمة. بعض الناس وده يستقبل رمضان وشو؟ والله المسلسلات والأغاني والخرابيط، وهذه لها كلام، لها كلام بإذن الله. ترقبوه بإذن الله قبل رمضان بحول الله. أن الفنانين والفنانات للأسف الشديد والساقطين والساقطات، هؤلاء اللي بالإعلام اللي يثيرون العالم ويشغلون العالم بترهاتهم، 11 شهر ما عندهم أي برامج، ساكتين. ينتظرون ايش؟ ينتظرون رمضان. تعرفون ليش؟ عشان يسلخ الإيمان من قلبي ومن قلبك. ما لهم أي هدف إلا هذا هدفهم. فالإنسان يستعد لدخول رمضان. والله رمضان فرصة، والله رمضان فرصة يا أحبه يا أخي. على رمضان إلا أيام، والله الذي لا إله إلا هو، أن هناك أقوام لن يدركوا رمضان هذا العام. الله المستعان. كل يتذكر رمضان الماضي كان فلان وفلان وفلان من الأحياء، والآن هم من أهل القبور. أسأل الله أن يغفر لهم ويغفر لأموات المسلمين. الدور علي وعلي. الذي لا إله إلا هو، ما هو قصور في جميع البلدان والمناطق، ولكن الأقربون أولى بالمعروف. هذا شيء يعرفه كل إنسان. في حفر الباطن دورات لتحفيظ القرآن في جوامع، وما شاء الله تبارك الله. شوفوا بعض الدورات اللي رايح نعلنها، ويا أهل حفر الباطن دقوها وسجلوا واحرصوا وحرصهم. ترى والله رمضان شهر القرآن. بسم الله، خذوا الإعلانات. وللنساء كذلك نصيب، وهذه دورة نسائية في حفر الباطن. بسم الله، شوفوا الإعلان وانسخهم وانشروا. فيه ما شاء الله من ضمن البرامج الحلوة تصحيح التلاوة. بعض الناس وده يقرأ القرآن بنطق سليم وقراءة سليمة وجودة طيبة. خذ هذا العلم. يعني الأقربون أولى بالمعروف، يشوفون يمين يسار قريب هالحلقات تحفيظ القرآن وغيرها. ولكن أنتم جميع المناطق والله على رأسي. إي والله، ولكن صعب لو لعل لكل منطقة وكل مدينة وكل قرية. تعالنا قعدنا 5 سنوات ما خلصنا، ولكن الله يبيض وجيهكم. وأنتم ممن يعذر، أسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم. في الله القدر في الصدر، ليس في الجوال ولا في الإعلام. السلام عليكم.